مرحبا مواليد برج السرطان، كيف بده يكون الأسبوع من الثانية 17 للأحد 23 تموز يوليو؟ بهذا الأسبوع منودع الشمس من برجكم، يعني كل مواليد برج السرطان يوم السبت بتكون عيلة عيد ميلادها، بلشت سنة جديدة، وخاصة انه في عنا بمطلع هذا الاسبوع حدث كتير مهم رح نحكي عنه. اذا هذا الاسبوع هو اسبوع كتير مهم كتير حلو اللي ما شهل بعد من مواليد برج السرطان يشهل ويخلص اشغاله. التنين من 17 ل 23 يبدأ هذا الاسبوع باهم حدث فلكي بالنسبة لكم، في عنا قمر جديد في برجكم، هيدي معناتها انا حكيت عن هذا الموضوع انه حدث بيصير مرة واحدة بالسنة وبشكل علامة فارقة، وكأنه عم تبلشوا سنة جديدة، صفحة جديدة، حياة جديدة او انطلاقة جديدة مختلفة. يمكن بخلال هذه الفترة بتسمعوا جواب من جامعة، بتسمعوا جواب لإشارة تأشيرة سفر، بتكون بتعطي، يمكن بتغير مسار حياتكم، يمكن هجرة، يمكن زواج، يمكن بيبي، يمكن شو ما كان. هذه فترة ممتازة جدا، تغييرات كبيرة بانتظاركم. اصلا هو نهار مهم جدا، ايجابي جدا، التحول يلي بيصير، الظرف يلي بيصير بمرك عندكم باجندة الكالندر تبعيت مواليد برج السرطان. هل قد مهم هذه الفترة؟ كل سنة في عنا هذا القمر وكل سنة بيعطينا مجال لحتى نغير نصلح ما قبل وما بعد. الثلاثة الأربعة والخميس حتى 8:15 المساء توقيت بيروت الصيفي، القمر موجود وين؟ في برج الأسد. موجود في برج الأسد الناري، أجواء كتير حلوة بترافق مواليد برج السرطان. وجود القمر في برج الأسد هو وجود إيجابي، محرك لإلكم، بيساعد لإلكم، بيعطيكم، ما بيشيل من دربكم، بالعكس بيخلي الأمور تكون كتير مهمة وقوية ونشيطة، وأيضا بيقدم لكم أكثر من فرصة للنجاح. ليش للنجاح؟ لأنه القمر في برج الأسد يقع في البيت الثاني. البيت الثاني هو بيت المال وبيت الربح وبيت التقييم لإلكم، وكل الدلائل الإشارات إيجابية جدا. انتبهوا فقط من المصاريف. الجمعة السبت القمر موجود في برج العذراء. وجود القمر في برج العذراء البيت الثالث بيحرك كل طاقاتكم الفكرية والجسدية، وبعتبر مواليد برج السرطان قادرين خلال هاليومين إنه يشهلوا، يعني يتقدموا بشغلهم، بعملهم، بكل شيء، بأي مشاريع عندهم إياها، يتقدموا بخطوات كتير كبيرة ومش صغيرة. مواليد برج السرطان أي عمل، أي مشروع، أي كلام، أي سفرة، أي حركة عندكم إياها، فيكم تقولوا إنه الجمعة والسبت ما رح يخذلوكم أبداً. الأحد هو يوم التغيير، في عنا الشمس بتصير تترك برجكم، بتكون صارت ببرج الأسد بيت المال. القمر موجود في برج الميزان، ففي احتمال تحسوا إنه في بعض الضغوط عليكم، التغيير بتحسوا بهذا التغيير، لكن ما تخافوا من هذا التغيير، التغيير إيجابي ورح بيكون لجانبكم، ما رح تكونوا إلا مبسوطين. كل الظروف عندكم أنا بعتبرها كل الظروف عندكم إيجابية، لا يوجد أي سبب لحتى تكونوا متضايقين، بالعكس. بعض القصص برجع بكرر، بعض القصص العائلية الشخصية يمكن تظهر يوم الأحد، لكن لا خوف على ذلك، نهار جيد. دائما بقول أنا نهار جيد، وخاصة أنه مواليد برج السرطان هن من الأبراج اللي ما عندهم فلكيا أي مشاكل، فقط يمكن 21 22 تموز يوليو في عنا طاقات من بلوتو. الاكثر حظا هذا الاسبوع 28 29 حزيران يونيو. تابعوني مع الابراج الشهريه للمزيد من التفاصيل والابراج اليوميه ايضا. الى اللقاء، باي باي.